ليس نجاح أسعد سرحال ووصوله إلى العالمية مجرد حظ. هذا الرجل أنفق عمره وأنفاسه ليخلق أبجدية سلام حروفها من طيور وأرض وهواء وماء. عربون وفاء وتقدير وتكريم من زملائك في التجمع اللبناني للبيئة. تقديراً لعطاءاتك من أجل لبنان ولا سيما على المستوى البيئي، قرر فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون منحك وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، وكلفني وشرفني أن أقلدك إياه في هذه المناسبة وأن أتقدم منك بأحر التهاني. إنه ما حدا بيعمل إنجاز لوحده، وهذا الإنجاز المدوري لكل واحد منكم بالقاعة هون، وكل إنسان اشتغل للبنان ولمحبته أولا رئيس الجمهورية.